لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى: كنائس مغلقة منذ سنوات والمسيحيون يشكون الهجرة بسبب التهميش. في صحيفة الزمان: تفكيك شبكة للتزوير في التقاعد متهمة بسرقة المليارات شهرياً. العربي الجديد: العراق أنصار الصدر يحشدون لتظاهرات استعراض قوة أمام خصومهم. في ألترا عراق: تحرك في بغداد لسحب ملف رواتب الموظفين الكرد من أربيل. في شفق نيوز: فشل في إقناع اللجنة المالية مصدر تواقيع لاستجواب محافظ البنك المركزي. في موقع ميدل إيست آي: الاتحاد الأوروبي درب الأمن الجزائري والمغربي على التضليل وتتبع المواطنين عبر الإنترنت. وفي موقع عربي 21: توتر سيد الموقف بين المغرب والبوليساريو بالصحراء. السلام عليكم. إنهم يخافون تشرين فعلا، هم يرتعبون من فكرتها المنادية بإرساء الهوية الوطنية وتذويب الهويات الفرعية بداخل هذه الهوية الجامعة لكل أفراد المجتمع. يشعرون بالعجز عندما يسمعون أن شبابا قاموا وقالوا نريد وطن. هذا الشعار الجديد في قاموس الشعارات العراقية الطويل ربما هو الشعار الأصدق في تاريخ العراق السياسي منذ نشأة الدولة العراقية. نريد وطن بمعنى أن تكون السيادة على رأس أولويات من يريد حكم هذا البلد، بمعنى أن لا يتسلط علينا وعلى رقابنا من يعمل لصالح الخارج. جاء ذلك في مقال للكاتب مهتدى أبو الجود في موقع ألترا عراق. أمام الشعارات المنادية لبناء الدولة التي رفعت في تشرين، تم توظيف ملايين الدولارات وعشرات البيجات الممولة والقنوات والجهات المندسة، وحتى في بعض الأحيان تمت الاستعانة بخبرات دول جارة بقمع الاحتجاج مثل إيران والقناصات والكواتم والقنابل ومضاد الطائرات وغيرها، وكل الأمور التي حاولت قتل تشرين مادياً ومعنوياً. تشرين ذات السنة الواحدة، ولم تقدر أحزاب 17 عاماً على فعل كهذا، حتى وصل الحال بالبعض من زعماء هذه الأحزاب أن يضربوا على وتر المخيال الديني والعقائدي لدى الجماهير المتدينة، ويقول لهم إن شعار نريد وطن معناه أن يذاع الفساد في كل زقاق ودار. في الحقيقة إن أمراء نقابات السرقة هؤلاء الأحزاب لا يكترثون لا لدين ولا لمذهب ولا لوضع بلد احترق أم اكتوى أو يذهب للجحيم. جل اهتمامهم منصب على كيفية الاستحواذ على مقاعد برلمانية أكثر ودرجة وظيفية أكبر، وجعل دائرة السيطرة على الوزارات المعطاة لهم عن طريق نظام المحاصصة أوسع. ولو تتبعنا مسار أحد الأحزاب المهيمنة على الطبقة السياسية حالياً منذ انطلاقه وإلى الآن، سنجد أن في كل انتخابات رأس ماله السياسي هو صفر حرفياً، لكن يتعكز على صناعة العدو الوهمي. إن الأمر هنا واضح ولا يحتاج لتحليلات. لا يوجد منجز على أرض الواقع لهذه الطغم السياسية يستقطبون به جمهورهم للانتخابات مرة أخرى، كما كل حال في أي دورة انتخابية، فيلجؤون لصناعة العدو حتى تشعر الجماعة بالخطر وتلتف حول من يمثلها لتسير مغمضة العينين ومنزوعة العقل لتنتخب ما تؤمر به بحجة الخطر القادم. لكن المفارقة هذه المرة أن العدو شباب الجامعات والمعاهد، خرجوا الطب والهندسة والاقتصاد والصيدلة والعلوم. لم تبحث الورقة البيضاء التي قدمها الكاظمي بناء صناعة وطنية حديثة ولا في تطوير أساليب الزراعة واستخدام التكنولوجيا لزيادة الإنتاجية وزيادة خصوبة الأرض أو الاستخدام الأمثل للمياه أو بناء مراكز البحث والتطوير الصناعي والزراعي، لا شيء أبدا من هذا القبيل، بل كل ما سعت إليه الورقة هو الالتفاف على الباب الثاني من الدستور الذي شدد على الضمانات الاجتماعية
فراوغت الورقة لتسميها الرعاية الاجتماعية واستخدمت كلمة التأمين بدلا من الضمان، والفرق في المردود الاجتماعي واضح بين المصطلحين. مقال في موقع للكاتب في موقع شفق نيوز للكاتب جاسم الحلفي. طغمة الفساد التي تربعت منذ التغيير عام 2003 على مواقع مهمة في السلطة السياسية تركز نشاطها في نهب المال العام بمختلف الطرق والأساليب ورهن الاقتصاد العراقي للعامل الخارجي والإجهاز على قدراته بعد فتح أسواقه لتكون مكبات للبضائع الأجنبية وتصفية أي إمكانيات للنهوض الصناعي والزراعي، وبعد أن نفذت الدور المناط بها بجعل العراق تابعاً ومستورداً غير منتج وحتى عاجزاً عن تسديد مستحقات منتسبي الدولة في سابقة خطيرة لم يشهد مثلها تاريخ العراق المعاصر، جاء اليوم أتباع الليبرالية المتوحشة للانقضاض على ما لم تصل إليه أيادي طغمة الفساد. وإذ يتعذر الدخول هنا في تفاصيل الورقة البيضاء، فلا بد من الإشارة إلى خطر الورقة الأساسي على الاقتصاد الوطني وآثارها الكارثية على الوضع المعيشي لمحدودي الدخل والمهمشين والأعباء الحياتية التي حاول كاتبو الورقة تمريرها عبر الصياغات الخبيثة والجمل الملتبسة والعبارات الفضفاضة والكلمات الملساء، وباستخدام كل دهاء للالتفاف على مصالح الشعب لشق الطريق أمام تحطيم المتحطم عبر ترسيخ تبعية الاقتصاد العراقي إلى الشركات العابرة للجنسية وعلى حساب الطبقات الفقيرة والمهمشة. إن أقل ما يقال في ورقة تتحدث مرة عن دور الدولة ومرة عن أهمية تجاوز هذا الدور هو أنها ورقة مرتبكة، وأن أي ورقة عن بلد محطم لا تكون التنمية المستدامة أحد أهم عناوينها، لابد أن يثور الكثير من الشكوك بشأن جديته. لم يخطو الاقتصاد العراقي خطوة واحدة إلى الأمام في مضمار التنمية الاقتصادية على الرغم من الإنفاق الهائل الذي أعقب سقوط نظام الطاغية، والسبب الأول لهذا الإخفاق هو أن نسبة كبيرة من التخصيصات المالية تم توزيعها على رقعة واسعة من المشروعات من أجل تحقيق التنمية الشاملة. السبب الثاني هو نهب النسبة الأكبر من تلك التخصيصات من قبل أناس تصدوا للعمل السياسي من أجل النهب، وقد نهبوا فعلا على الأقل 460 مليار دولار من ثروات العراقيين. الكاتب علي الشرع في صحيفة المدى يقول: من يا ترى يخطط للاقتصاد العراقي بحيث لم يستطع أن يرفع قدميه ويتقدم خطوة واحدة إلى الأمام طيلة هذه السنوات؟ المعلوم أن رؤساء وزراء العراق كانوا اثنين منهم أطباء، واثنين أحدهم لديه شهادة في العلوم الإسلامية وآخر في القانون، وثالث متخصص بالكهرباء، وواحد يقال إنه اقتصادي. وهؤلاء ليسوا كما في الغرب لديهم مستشاريهم من نخبة الاقتصاديين الأكاديميين الذين ينتمون إلى أحزابهم وهم يرسمون سياسة الحزب التي تتعلق بالاقتصاد. والذي حصل لدينا أنه تم تشكيل هيئة مستشارين يتوارثها رؤساء الوزراء واحدا بعد الآخر، ولم يجرؤ أحد منهم أن يأتي بطاقم جديد من المستشارين حتى تتجدد روح الابتكار وتتولد رؤى جديدة. ولهذا ترى أنه لم يتغير شيء، بل الانحدار نحو الأسوأ هو السمة التي يتميز بها الاقتصاد العراقي. ولا يعرف العراقيون من هؤلاء المستشارين سوى اثنين منهم يكتبون في الصحف والمواقع الإلكترونية ويصرحون للإعلام، وتوجد بجانب هؤلاء المستشارين كل من وزارة التخطيط التي تضم أشخاصاً متخصصين في الاقتصاد وغير معروفين في الإعلام، ودائرة اقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مستقلة كما يبدو عن هيئة المستشارين. والسؤال هو أي جهة من هؤلاء المذكورين أعلاه هي التي تخطط للاقتصاد العراقي؟ وماذا يصنع رئيس الوزراء بهذه الجهات المتعددة التي يستند إليها في بناء رأيه؟ لا سيما أنه ليس لديه معرفة بشؤون الاقتصاد. وعلى ماذا يستند رئيس الوزراء في رسم رؤيته لتنمية الاقتصاد العراقي؟ من الممكن أن تستعاد تلك الأموال المنهوبة في العراق ونستفيد منها في إعمار الاقتصاد وتعويض السنوات الفائتة الضائعة لو توفر لدينا حاكم شريف نظيف.
وما نريد أن نركز عليه هو السبب الأول، لأن الاندفاع نحو تنمية شاملة في بلد خرج من الحصار والفساد المالي والإداري في زمن الطاغية كان خطيئة كبرى لابد أن يتوقع منها الفشل أو يتوقع منها الفشل والنهب. ولو كان لدينا خطط احترافية ومخططون محترفون لما وصل الاقتصاد العراقي إلى هذه الحال بعد 17 عاما على التغيير. يبدو أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أراد أن يجعل لاسمه نموذجا في الواقع ونصيبا من مقولة العرب لكل امرئ من اسمه نصيب، حيث حذر الميليشيات العابثة في بلاد ما بين النهرين من الحليم إذا غضب. ويبدو أن رئيس الحكومة العراقية حرك ذاكرة صناعة النكتة السياسية إذ عاد بعد أيام من الحليم قائلا لصحيفة الجارديان في زيارته أخيرا لبريطانيا إنه يواجه مخاطر الميليشيات كعازف ناي للأفاعي يراقصها ليبقيها تحت تأثير العزف. أضحك كثيرين وبات العزف للأفاعي والناي والرقص مع الحيات مدعاة السخرية أو الشفقة، مقال الكاتب عمار السواد في صحيفة العربي الجديد. تاريخ النكتة السياسية في العراق مرتبط طبعاً بمرحلة ما قبل العام 2003، وسجل مصطفى الكاظمي في فترة قياسية اسمه في تاريخ النكتة السياسية في العراق، رئيس الوزراء المحاط بمستشارين من الأوساط الصحفية والثقافية أكثر من أي حاكم عراقي، والمفترض أنه عارف بشؤون الكلام وطريقته كونه مر بتجربة عمل صحفي، يتصرف بطريقة عاجزة تماماً عن إيجاد خطاب مقنع أو على الأقل ينطوي على رؤية جادة، وهو في فترة قياسية يفقد التعاطف وخلال حوالي 6 شهور من رئاسته الحكومة، إلى جانب ما أظهر من ضعف أو إثارة للتهكم يظهر أيضاً رغبة صريحة بالمحافظة على العلاقات اللازمة للبقاء في واجهة المشهد والحصول على فرص العودة إليه عبر الانتخابات أو عبر التحالفات المستقبلية. أبداً هو لم يتصرف بموجب كونه وليد لحظة منتفضة، إنما انتهج ما يعاكسها مسوفاً ولا مبالياً بالوعود، لا يختلف في هذا وذلك عن سلفه عادل عبد المهدي، ما يربو إليه الحصول على جواز عبور بين كبار العملية السياسية في مستقبلها وتحديداً في الانتخابات. اعتدت الآلة والأمنية التابعة لحكومة الكاظمي على المتظاهرين مراراً على الرغم من أن زخم التظاهرات في عهده تراجع، هي النرجسية نفسها التي طبعت سادة المنطقة الخضراء في بغداد جاعلة إياهم عاجزين عن فهم الناس، الوعي بمجتمعهم، التعامل باحترام مع شعبهم. كشف موقع ميدل إيست آي أن الاتحاد الأوروبي مول دورة تدريبية للأمن الجزائري والمغربي تعنى بتقنيات المراقبة بما في ذلك جمع البيانات من الشبكة الاجتماعية والهواتف المحمولة. أوضح موقع ميدل إيست آي أن المدربين الأوروبيين قاموا بتعليم ضباط الشرطة الجزائرية كيفية إنشاء هويات مزيفة على الإنترنت ارتبطت بانتشار المعلومات المضللة والدعاية الحكومية في البلاد كجزء من دورة تدريبية حول الأساليب الاستخباراتية مفتوحة المصادر، والتي نظمت في ذروة الاحتجاجات الشعبية العام الماضي، حيث أعطيت تعليمات إلى المشاركين بإنشاء حسابات وهمية لشراء بطاقات سيم في متاجر محلية من أجل النشر خارج ساعات العمل مع تجنب الشبكات الخاصة والمهنية، وإنشاء ستوري للاندماج مع الإنترنت واستخدام البرامج لإدارة العديد من الهويات المزيفة في الوقت نفسه. وأكد الموقع أن هذه الدورة التي نظمت في الجزائر العاصمة أتاحت أيضاً تدريب أعضاء الدرك الوطني الجزائري على استخدام أدوات البحث التي تسمح لها بتتبع مواقع أجهزة إلكترونية محددة، وتم تقديم الدورة التدريبية في الجزائر لـ20 ضابط شرطة في الفترة من 21 إلى 25 أبريل نيسان 2019 بعد أسابيع قليلة فقط من الاستقالة القسرية لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة بعد حشد جماهيري لآلاف الأشخاص في الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي.
ويقول نشطاء وصحفيون إن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أغلقت، واتهموا السلطات الجزائرية بإغراق وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر بالدعاية المؤيدة للحكومة. منذ انتخاب جوزيف بايدن رئيسا للولايات المتحدة تنفست السلطة الفلسطينية الصعداء، حيث سيعود بإمكانها أخيرا استئناف علاقاتها الغرامية بإسرائيل وبحلفاء إسرائيل العرب. وبناء على نتيجة الانتخابات الأمريكية، صدحت بعض أبواق السلطة الفلسطينية مؤخرا معلنة موت صفقة القرن، وهي لم تزل حية ترزق وتنبض بالحياة بحسب الكاتب جوزيف مسعد في مقاله بموقع عربي 21. بايدن قد تعهد بعدم إعادة السفارة الأمريكية إلى تل أبيب، وبعدم إلغاء اعتراف الولايات المتحدة بضم إسرائيل غير القانوني للمدينة، ناهيك عن ضم مرتفعات الجولان. ربما يكون الاختلاف الوحيد بينهما هو أن بايدن قد يستأنف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، ولكن بما أن صفقة القرن مبنية على فرضية أنه ينبغي على الولايات المتحدة والفلسطينيين أن يقدموا لإسرائيل كل ما تطلبه، ومن ثم يمكن للمفاوضات أن تستأنف، فلا يزال من غير الواضح لماذا استنتجت السلطة الفلسطينية أن صفقة القرن لم تعد مطروحة على الطاولة. ففي آخر المطاف تصرفت السلطة الفلسطينية نفسها وفقاً لتلك الفرضية عندما استأنفت التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد إعلان الأخيرة عن بناء مستعمرة استيطانية يهودية جديدة، وأعادت سفراءها إلى دول الخليج، بينما تقوم الأخيرة بتعزيز صداقتها مع إسرائيل، والآن تنهي دعمها لعائلات أسرى الحرب قبل الحصول على أي مقابل وقبل استئناف المفاوضات. وقد رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بهذه الخطوات لأنها قد اتخذت دون شروط مسبقة. إن الدعم المالي لعائلات أسرى الحرب الذي يقض مضاجع المسؤولين الإسرائيليين والكونغرس وترامب وبايدن ونيويورك تايمز هي في الواقع انعكاس للسمة المركزية لفرضيات عملية السلام الأمريكية التي بدأت في أوائل السبعينات وبلغت ذروتها في خطة ترامب، والتي كانت مبنية دائماً على إجبار الفلسطينيين وغيرهم من العرب على الانضمام إلى الولايات المتحدة في إضفاء الشرعية على الغزو الاستعماري الإسرائيلي للأراضي العربية ونزع الشرعية عن أي مقاومة له. تسببت السيول التي تكونت نتيجة هطول الأمطار في بغداد بخسائر مادية كبيرة لدى المواطنين بعد تضرر منازلهم ومحلاتهم، وغمرت المياه معظم شوارع وأزقة بغداد في مشهد بات يتكرر كل عام جراء تهالك البنية التحتية لشبكات صرف المياه بحسب تقرير مصور لصحيفة القدس العربي. وتدفقت المياه إلى منازل السكان في بعض المناطق، الأمر الذي خلف خسائر مادية كبيرة وسط استياء واسع من المواطنين. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.